لا هاي اليوم رح نعمل عرض ان شاء الله بس رباط وقتك هلا بسيط بسيط بنعمل هيك برباط اوكي رح نبلش مع خليش معك اوكي هلا اليوم بدي اعمل فكره جديده اللي هي بدي اقرا افكاركم هلا قبل ما نبلش معي هون بلف رقم واحد تمام خليه لك اوكي بدي اياك تفكر باي اسم اي اسم مخطر على بالك بتفكر ركز معي اكثر شوي فكر فيه اكثر شوي اوكي اتوقع انه حطه وين ان شاء الله يدخل اوكي نحط المغلف تبعك رقم واحد نخليه طيب شو الاسم احكي للناس شو الاسم اللي تذكرته الاسم اللي انت فكرت فيه ليا اختار اسم ليا اوكي هلا بدنا نكون معك بدي اياك تختار اي اسم انت تفكر باي اسم انت بدك اياه يلا فكر طلع بعيني شوي عشان اقدر اطلع شوف اوكي اوكي نكتب اللي توقع لنا كتبته بالمغلف بس هلا اخر اشي عندك معك هسا انا بدي اكتب لك التوقع قبل ما انت تختار حلو قبل ما تفكر باي اشي اكتب لك التوقع بس خليك معي احكي للناس شو الاسم اللي انت اخترته انا عكرمة واو طيب انا بدي اكتب لك توقع تبعك انا؟ بس لا اوكي قبل ما تتوقع انا بدي اعرف شو بدك تختار اوكي انت توقعك بمغلف رقم 3 وتوقع برقم مغلف رقم 2 وتوقع بمغلف رقم 1 هلا انت انا كتبت لك التوقع بس بدي توقع تكون بالشده هلا كيف؟ هلا في بالشده لونين حلو عندك الاحمر وعندك الاسود صح؟ هلا بدي اياك شوي هيك زيح الكولا بدي اياك الكرت اللي بتحسه احمر تنزله اوكي واللي بتحسه اسود تنزله على الاحساس لا اي شيء بتحسه اسود حطه هون واحمر هون بدون ما تشوفه يا لا امسك الشده كلها وزع وزع احمر والاسود يمه حمرا كلها حمرا حمرا بس خليهم ارهم لا كمل بس خليهم ارهم انا كمل كمل لا هلا العكس هلا بتحط الحمر هون تمام هلا انت وزعت اللي تحت هدول الحمر على توقعك تحت هدول الحمر تحت هدول سود وتحت هدول سود قديش ممكن يطلع صح؟ 100% تأكد؟ اوكي هلا هو رح يطلع 100% رح تلاقي تحت الكروت السوداء كله اسود خلي انت خلي كله اسود الا كرت واحد احمر تحت هذا رح تلاقي كله احمر لا
كله حق كله عندك هون بس ايه رح تلاقي انه كلهم الحمر تحت الكرت الاحمر كل السود تحت الكرت الاسود. هلا طلع في عندنا كرت هون انت لخبطت فيه صح؟ انت لخبطت في الستة الدائمة صح؟ لخبطت اوكي. هلا انت اخترت الستة وانت اخترت اسم ليا اكتر امام انت اخترت السكس الدائمة انت خربطت السكس الدائمة. هلا نمسك المخلفات رقم واحد شباب عنده سؤال ايش الاسم اللي انت اخترته؟ ليا نمسك الضرب قول الاسم اللي انت اخترته ليا عندك ايش اسم اللي انت اخترته؟ ايش اسم اللي انت اخترته؟ عكرمة رح تلاقي في الظرف زي ما انا توقعت تلاقي عندي هون عكرمة وعندك اخر اشي انت خربطت في سكس اوف دايموند رح تلاقي انه سكس اوف دايموند. Thank you.